ممكن تقول الو وتشتغل مذيع، تسال وتجاوب وتعمل كل حاجه مع اللي احنا بنقول له الو طبعا، وبنبارك له. انا باركت له اهو، يلا انت قول الو بقى وعيش. لا اعرف مين الاهو. لا انت قول الو هتعرف. الو ازيك يا حوحو؟ الاسطوره من تاج اسلام حسن. ايوه ازيك يا اس؟ يا حوحو ايه الاخبار؟ كمل يا كابتن اسلام. كمل يا حوحو. الله يبارك فيك، مبروك عليك يا كابتن مصر، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، يعني كابتن النادي الاهلي الحقيقه، وواحد من المتألقين بشده خلال هذه الفتره، يعني الف الف مبروك يا كابتن اسلام. يعني سيبك بقى مع حميد ومع كابتن محمد ابراهيم. الله يبارك فيك حبيبي اسلام، تسلم. حاسس بقى اس؟ طيب وانت عايز تسال حاجه ولا هتعرف تشتغل؟ انا هسال. انا مش انت مش قلت يا كابتن اسلام؟ انا ماليش دعوه، انا مش موجود. طب اهم سؤال اصلا محدش واخد باله منه، حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ ايه حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ والله متضايق جدا، والله انا متضايق ان انت مش في الفريق اصلا من يعني الاسبوع ده كله، حاجه مضايقاني والله جدا كل الفريق. طب حاسس بايه وانت بترفع كاس السوبر تاني سنه على التوالي، وان احنا رايحين كاس عالم للانديه؟ الله يبارك، الحمد لله رب العالمين. احساس كبير جدا ان انت ترفع السوبر، وبالذات جوه ارضك وسط جمهورك، اكيد حاجه مختلفه عن كل البطولات اللي فاتت، والحمد لله ان ربنا كرمنا بيها. طب وحاسس بايه بجد؟ انا مش عارف اكلمك رسمي. ما تتكلمش رسمي. لا اتكلم رسمي والنبي. انا مش عايزك تتكلم رسمي عشان خاطر اتكلم رسمي. وانا سايبك تتكلم معاه ليه؟ عشان تبقى مش رسمي. انا معايا لابس الجاكيته وبتاع، فهتكلمني رسمي. بص يا حميد، انا كنت لا 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 بس خلاص، بلاش لازمه. لا 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 بالعكس، الناس بتحب تسمع الكلام اللي بيحصل ما بين اللاعبين. لا بص، والله انا عاوز اقول حاجه بس. اتفضل. حميد يعني انا على طول بقولها له، جون يعني ما شاء الله ما حصلش زيه، في يعني مع احترامي لكل الاجيال اللي كانت موجوده، كل واحد ادى دوره بطريقه كبيره جدا، بس هو جون بالنسبه لي مميز جدا. قوه كبيره جدا للفريق، اكيد افتقدناها الفتره دي، اكيد الحمد لله طه، وكان محمد ابراهيم طبعا اتصاب، لكن طه اكيد ادى الدور ده بنفس الفعاليه. بس حميد هو عارف ان هو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، مفتقدينه جدا في الفريق، وان شاء الله يقوم بالسلامه، وبهديله البطوله دي كمان. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. والله كابتن محمد، انت ممكن محمد ابراهيم منور طبعا حبيبي. اول حاجه كابتن اسلام معلش، واحنا وانت معانا برضو خلي كابتن محمد يقول الو. الو ازيك يا كابتن محمد؟ يا ايمن عظيمه توتي الدكتور الكبير ده. لا مش توتي، كنت غلط. فيصل؟ ايوه هو ده. ايه ده؟ غش عليا. هم غششوني غلط والله يا فيصل. كتبوا على الشاشه عبد الرحمن طه، فانا اتخدعت فيصل ورحت بقلبي. ازيك يا فيصل؟ عامل ايه يا ايمن؟ فيصل برضه من اللعيبه المهمه جدا في الفريق، يعني برضه الناس دايما بتبص على الهجوم، لكن فيصل من اللعيبه العواميد الاساسيه عندنا في الفرقه في الدفاع. راجل دوره مهم جدا جدا جدا، والناس كلها يعني طبعا علي زين لعيب كبير، من هنا نقدر نقول من هنا لحد السنه الجايه طبعا، واضافه كبيره جدا لينا، وممكن نقول برده كده من حد السنه الجايه، وشهادتي فيه مجروحه يعني علي، العلاقه بيني وبينه هو عارف، لكن يعني من يوم ما علي جه، او حتى واحنا متفاوض مع علي، ان احنا الاختيار الاول بتاعنا هو فيصل وبعديه خليل، وعلي موجود معانا زي ما قلت لحضرتك اضافه لو الناس دي مش موفقه، لكن هم رقم واحد فيصل ورقم اثنين خليل، هم دول اللعيبه اللي بتمرن معانا طول السنه وعارفين طريقتنا. لكن طبعا فيصل العواميد اللي موجوده في الفرقه دفاعيا لعيب مهم، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه دور ان شاء الله اكبر جوه الفرقه، وان شاء الله في منتخب مصر. همي لا انا ممكن اقول لفيصل طبعا ايه في ايدك يا عم كويس في البلوك. صد بقى يا عم. لا والله فيصل ما شاء الله عليه برده الصراحه، موسم من احلى مواسمه. حتى والله العظيم فعلا زي ما هيما قال، هو احنا بنبقى مطمنين وهو مصري قدامنا في الدفاع، والسنه دي برده عشان كنا بنتكلم في الحته دي من شويه، بصراحه هو من الناس برده اللي بقت بتاخد قرارات في وقت كويس جدا بالظبط، وبفعاليه كويسه جدا، فهو ما شاء الله في تطور، وان شاء الله بقى ربنا يكرمه مع النادي اكتر والمنتخب ان شاء الله. خليل احبها ربنا يرجعك بالسلامه حبيبي. يعني كابتن اسلام برضو وانت معانا في ظل هذه الاجواء الفرحه والسعاده وكل الكلام ده كله، برضو سؤال معرفش هل الحاجات دي بتفرق ولا لا، ولكن هل فوز كره القدم بكاس السوبر يوم الجمعه كان له دور في حماسه اللاعبين النهارده،
انا عارف ان انتوا دايما مشجعين درجه ثالثه برضو لكل فرق النادي، فبالتالي هل ده بيفرق معاكم؟ بص اكيد اكيد اي مكسب لاي فريق جوه النادي الاهلي بيحمس بقيه الفرق كلها، وكل فرقه بتبص لان الدنيا كلها بتتغير مع المكسب جوه النادي الاهلي بالذات. وانا طول عمري بتكلم مع الفريق واللعيبه ان المكسب جوه النادي الاهلي غير، نعم، وهتحسوه بعد المكسب. الناس حست كده وشافت كده، وفعلا انت بتبقى في ناس تانية شايفه ان انت بتكسب فتبقى عاوزه تكسب هي كمان، وانت شايف ناس تانية بتكسب زي فريق كوره لسه كسبان السوبر وكسبان الكاس قبليها، انت اكيد بتبقى متحمس ونفسك ان انت تبقى موجود في الصوره زي دي او في لقطه زي دي، والحمد لله ربنا بيكرمك بيها. يعني ان شاء الله ربنا يكرم الكوره كمان، يعني يبقوا قربوا منكم، لان هم انتوا خدتوا زياده الدوري، هم لسه ما خدوش الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله وناخد كل البطولات. يعني فيصل برضو وجود نجم كبير واسم كبير زي كابتن اسلام وبقيمته ووجوده في النادي الاهلي، اعتقد بيبقى دوره مهم جدا في الملعب وبره الملعب برضو. كابتن اسلام يعني من اللعيبه الكبيره في الفريق، ده كابتن الفريق، واحنا طبعا ده الاسطوره بتاعتنا. حبيبي يا فيصل والله. طيب برضه يا فيصل، يعني اصعب اوقات المباراه، وما تقوليش 24 23 لان احنا كلنا قلناها، وكل والسؤال ده انا بساله لكل الناس، قول لي وقت تاني غير 24 23 لما الزمالك رجع يعني في المباراه. والله هو الماتش صعب، كلها بتبقى صعبه. اكيد طبعا في الوقت اللي هو الزمالك كان بيقرب فيه ده، الوقت ده كان صعب جدا. لا انا بالنسبه لي اوقات الماتش كلها كانت صعبه. يعني دايما الوقت الاخير بيبقى اصعب، يعني اللي هم مثلا الدقائق الثلاث اربع دقائق الاخيره برضو يا كابتن محمد بتبقى اصعب كتير، وجهه نظري ما اعرفش صح ولا غلط، بتبقى اصعب كتير من بدايه الماتش. والله زي ما يعني انا بروح للناحيه بتاعت فيصل، ان الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه هو ماتش صعب، انت حتى وانت كسبان 2 عايز تزود تبقى 3، وانت كسبان 4 عايز تزود تبقى 5، وانت خسران 4 عايز تحافظ. هي تفرق يعني بان انت مثلا كسبان فرق 6-7؟ لا، ما زي ما قلت لحضرتك انت الماتش طول الوقت ابس اند داونز، فانت وانت فوق عايز تاخد اقصى حاجه تقدر تاخدها، لان اكيد في دروب هتقع تاني. فبالظبط انت بتحاول زي ما يقول معاك كريدت بحيث لما يحصل داونز بالظبط نفس الموضوع، وانت في الداونز بتاعك بتحاول طول الوقت تحارب ان بدل ما ابقى 4 بدل ما يبقوا 3 خليهم طول الوقت 4 وحافظ ان انا في الداونز بتاعي من الهجوم مش موفق يبقى الدفاع موفق حراس المرمى موفق. طول الوقت الماتش في شد وجذب، وطول الوقت عمال تفكر طب لو ده مش ماشي طب نحط مين، طب لو نزلت ده مش راكب مع ده فلازم اشيل ده، تبقى طول الوقت في حسابات، لان احنا لعبتنا لعبه سريعه في نفس الوقت بتهتم بتفاصيل كتير جدا سواء دفاعيا او هجوميا او على مستوى الجري او على مستوى الهجوم المنظم. فطبعا الحمد لله، لكن هي في من اول دقيقه لاخر دقيقه الماتش بدايته بتبقى صعبه جدا. قبل اخر 5 دقايق في الشوط الاول بتبقى صعبه جدا بدايه كل الوقت يعني. طبعا كل ماتش كل فتره في الماتش ليها صعوبتها. كابتن اسلام، لو يعني هتجمع بقى لعيبتك بكره وهتقعدوا مع بعض عشان اللي جاي وعشان بطوله افريقيا، هتقول لهم ايه؟ ايه؟ لا بص يعني اكيد والله بص يعني مش انا لوحدي، في كلكم، احنا مقتنعين ان كل واحد ليه دور، كل وعندنا كذا كابتن فريق مش اسلام بس. بدايه كابتن محمد ابراهيم على فكره بيقوم بادوار كتير جدا طبعا، واحنا متعودين منه اجتماع كل قبل ماتش بصراحه بيحمس الفرقه جدا فيه. ف الفكره كلها ان احنا هنقفل الصفحه دي اكيد، هنتكلم ان الصفحه خلاص اتقفلت، عندنا بطوله ثانيه، بطوله مهمه جدا على ارضنا برضه وسط جمهورنا. ودايما بقول وهقول البطوله في ارضك ب 10 بطولات. خلاص السوبر خلص الحمد لله، عاملين موسم لغايه دلوقتي الحمد لله موسم كويس، عاوزين نجيب بشكل كويس يعني. انا عندي سؤال لاسلام. اتفضل يا اسلام، ايه سر نشاطك وحيويتك يا كابتن اسلام؟ كابتن محمد لا بجد والله يا اسلام، يعني عايزين نعرف، يعني اسلام يعني من اكتر اللعيبه، خلينا نتكلم بقى على المستوى الشخصي، هو صديق شخصي طبعا، يعني لعبنا مع بعض منتخب ونادي وحتى بره مصر كتير، فيعني بلاش اتكلم عليه عشان ما يبانش ان انا بعمل حاجه، بس يعني اسلام من الناس اللي اتحملت كتير جدا، حاص عليه هجوم كتير جدا فترات انا ما كنتش موجود فيها في النادي بس كنت شايفها من بره. انا حسيت بمدى الاحساس اللي هو حاسه، لكن اسلام السنه دي رد على كل الناس و هايل رائع، فعلا تميز على المستوى الخططي، مستوى الاداء، مستوى البدني، رجع اسلام الطبيعي. فانا بساله السؤال ده، ايه السر يعني اسلام؟
عشان برضو نبقى نفيد نفيد الناشئ بالموضوع ده. بص لو عاوز الكلام مين انا شخصيا عملت ايه، والله انا طول عمري بعمل حاجه واحده بس. انا بحاول ان انا اولا ان انا ما ينفع يعني مش ما ينفعش ان هو انا اعلى من اي حد، لا مش اعلى من اي حد. انا ما بحاولش اقارن نفسي باي حد خالص، بحاول اركز مع نفسي بس، احاول اتمرن واقول كده كده انت هيجي لك الوقت اللي ربنا يكافئك فيه على التعب ده. فانا بشوف ان التعب دي اهم حاجه بالنسبه لي. بركز في كل تفصيله في حياتي الحمد لله، بوجهها للرياضه نفسها. وطبعا اكيد 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 الفتره اللي فاتت انا شايف ان في فترات كتير انا اتظلمت فيها، بس في نفس الوقت زي ما بقول لك انا كنت ببقى صابر والحمد لله رب العالمين. في ناس كتير جت ادتني ربنا رجع لك حقك بشكل كبير جدا جدا. هو كان كابتن محمد وريم اولهم يعني. فيصل لو عايز تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي الحقيقه قبل ما نقفل معاك. بصراحه النهارده الناس كلها كانت حاسه بالموضوع دوت، احنا اكيد نلعب الماتشات اللي فاتت كلها من غير جماهير. اكيد النهارده الاجواء والصاله يعتبر متقفله جماهير، الموضوع مختلف جدا. فانا احب اشكر الجماهير كلها اللي حضرت النهارده واللي سندتنا، والموضوع بالجماهير بيبقى موضوع بيبقى الحاله مختلفه يعني مع كل اللعيبه. نعم انا بشكر فعلا كل الجمهور وكل الناس اللي سندتنا النهارده. انا بشكرك جدا يا فيصل على وجودك معانا، والف الف الف مبروك، وان شاء الله نهنيكوا بعد بطوله افريقيا. كابتن اسلام انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله برضو نهنيكوا بعد بطوله افريقيا.